مرحبا بكم في موعد جديد من حصة على خشبة المسرح. تتواصل العروض المسرحية المشاركة في الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية، واخترناكم كبداية لحصة اليوم مسرحية الهروب من التوبة للمخرج عبد الواحد مبروك. المسرحية تمثل تونس في عروض المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية، وهي من إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بتوزر. متابعة طيبة للجميع. الهروب من التوبة مسرحية كتبت باللغة العربية الفصحى للكاتب العراقي فلاح شاكر والمخرج التونسي عبد الواحد مبروك، وأداء ثلاثي جمعت عبد الواحد مبروك وبلقيس الجوادي وحليم العساوي. تروي مسرحية الهروب من التوبة قصة أستاذ جامعي يدعى يوسف وزوجته دكتورة في علوم الإحصاء تدعى وحيدة، يتبنيان طفلة من الملجأ. تكبر الطفلة ليلى في مساحة الفراغ بين الزوجين، ومع رتابة الحياة تملأ الفتاة القادمة من الملجأ الفراغ بحكاية عشق محرمة مع الأب التبني، تكتشفها الزوجة فيما بعد ليبدأ الصراع. في الأثناء يغرق الزوج يوسف في رحلة البحث عن الخلاص والتوبة من إثم الجسد والخيانة. دوري في المسرحية ليلى، الفتاة اللقيتة اللي تبنيوها وعاشت مصير خايب برشا، وكانت هربة إلى الخطيئة، من التوبة إلى الخطيئة، اللي هي ما هربتش للتوبة كما باقي شخصيات متاع المسرحية، هربت إلى الخطيئة، وكانت تجربة رائعة الحقيقة. نهايتنا واحدة، وأمام إله واحد. أنا ما أنا إن كنا مشتركين في الخطأ، فأول الطريق على الأقل تكون فيه بدايتنا واحد. أنا متعب حتى اليوم. الدور في المسرحية هو شخصية وحيدة الدكتورة الجامعية وزوجة يوسف، وتعيش في صراعات نفسية داخلية ووجودية بالذات، فتحاول دفع على روحها بأساليب أخرى سلبية. فوحيدة مثل العنوان هاربة من التوبة، فكلما تريد أن تتوب تجد نفسها في خطأ آخر. حملتنا المسرحية قرابة ساعة ونصف إلى مناخات روحانية طرحت خلالها أسئلة وجودية حول الجسد والحب وعلاقة الإنسان بالله وحقيقته التي يحاول الهروب منها وإخفائها. هو عادة نقول الهروب إلى التوبة، نهرب إلى التوبة، لكن هذا الهروب سيختلف، هنالك عدة أنواع من الهروب.
هل نهرب إلى التوبة فقط أم نهرب من الواقع الذي نعيشه، الواقع المرير الذي فيه العديد من الأخطاء؟ وهنا السؤال، ليصبح الهروب من التوبة فنهرب من كل أخطائنا، من كل خطيئتنا، لنحاول أن نصل إلى الخلاص. هذا الخلاص أساسا وجودي نبحث عنه، لنقول أن نبحث على الراحة النفسية أساس، وكل إنسان يبحث عن الراحة النفسية في عصرنا الحاضر بسرعة العصر، بكل ما فيه من سلبيات لابد أن نتخلص منها، وخاصة من السلبيات اليومية التي تثقل كاهل الإنسان. مسرحية الهروب من التوبة اعتمدت على فراغ الفضاء وحضور الإضاءة، ومزجت بين جمالية النص والشعر والموسيقى الصوفية، كما حملت المسرحية مجموعة من اللوحات، كل لوحة تحمل عنوانا وتاريخا وزمانا. غزل عكا، مسرحية من فلسطين ولبنان لجنيد ساري الدين ورائدة طه، تم عرضها البارح بمسرح المبدعين شبان بمدينة الثقافة. المسرحية تسلط الضوء على بطل العمل غزل عكا، وهو المناضل والأديب غسان كنفاني، وتروي حياته وسط عائلته وأصدقائه ورفاقه من مناضلين وكتاب. غزل عكا والروبورتاج التالي. ظاهرة ثقافية تجمع فنانين وجمهور من العالم العربي ومن جنوب الكرة الأرضية، ومنعرف حاليا قديش علينا كشعوب وكفنانين في حرب حالية حاصلة بكوننا منمثل مستعمرات العالم الحديث والمعاصر والقديم. فبهالعهد اللي فكرنا لفترة طويلة انه بيمثل حقبة ما بعد الاستعمار، بنلاحظ انه في حرب ما زالت مستمرة على الفكر وعلى الثقافة. الحقيقة انا ما كان بدي اعمل هاي المسرحية، كان بدي اعمل مسرحية تانية، بس بما انه الذكرى 51 لاغتيال غسان كنفاني انا تعرفت على غسان كنفاني، كنت عايشه ببيروت انا واخواتي، كنت صغيره كثير. مره رحت عند وحده صاحبتي اتغدى عندها، كانت معي هي بالمدرسه. اول ما وصلت عندها على البيت تطلع امها من غرفة النوم وبتقولها يقبرني جمالك ماما، يا حياتي شو حلوة، تعي حبيبي قعدي بحضني خليني غنجك ودللك. رحت عند امي على البيت قلت لها يما فصول من حياة غسان كنفاني في اماكن وازمنة مختلفة. اليوم صحيت على هاي الدنيا وانا عم بقرأ غسان كنفاني، بالطفولة، بالمراهقة، بالشباب، بالنضج،
بمنتصف العمر بالشباب، وكل مرة كنت أقرأ غسان كنفان كأني عم بقرأه لأول مرة. كل مرة كنت أكتشف إشي جديد كأني عمره ما قرأته من قبل. هلا ما بقدر اقول لكم انه انا يعني قرات كل نصوص غسان كنفاني، لانه عنده كثير ابحاث وعنده كثير دراسات. دور ابن خالته لغسان كنفاني. غزال عكا مسرحيه سرديه تروي الحكايه الفلسطينيه من خلال فصول حياه الكاتب والروائي والصحفي الفلسطيني غسان كنفاني. من خلال المزج بين الحكواتية والأداء الركحي المحترف، سردت الممثلة والكاتبة رائدة طه الحياة القصيرة التي عاشها غسان كنفاني المولود في ثلاثينيات القرن الماضي في عكا. شهدت حياته القصيرة مسارا شائكا من تهجير قسري ولجوء حتى الاغتيال. شق صحفي وناقد وأديب ورسام مبدع يعشق الحياة حتى اغتيل في 36 من عمره، وبقي اسمه أيقونة للتاريخ. بتعرف إنه أنا راح أموت قبلك غسان؟ لا يا زلمي، إيش تحكي أنت؟ أنا قبل علي بتشاغط. أنا ما كتبت إشي، غسان كتب كل شيء. الحقيقة يعني غسان قدم حاله في هذا العمل وكتب كل شيء، وأنا فقط فعلا أنا اخترت فصول من حياته، من تفاصيل يمكن ما بيعرفها كتير الجمهور. وأنا يعني بشكر وبحيي عائلته تحية كبيرة لإلهم، اللي هم يعني أعطوني بعض الأخبار أو بعض التفاصيل اللي ما حدش بيعرفها. ولكن غسان قدم حياته من يعني منذ 51 سنة، يعني ما فيش هناك حاجة إنه نزيد على الكتابة. ولكن هو إنسان الله يرحمه شهيد، مناضل، مقاوم، متعدد المواهب. يعني بلهت الواحد وهو يعدد شو مواهبه وشو بيعمل. ترك إرث كتير كبير، ترك إرث كبير، وهلأ الإرث هذا عم بيصير أغنى وأوسع وأقوى مع مرور الزمن. أني قدرت أعمل غسان أحقق حلمنا. أسسنا أنا وفاروق ومجموعة من أصدقائنا اللبنانية مؤسسة سميناها على اسمك، وهلأ في 6 حضانات ب6 مخيمات. غسان معقول؟ أني حبيبتي غسان، إيش فايز؟ كيف العربي معك هالأيام؟ فايز؟ لا لا، ما راحوش دروسك على الفاضي، لكل حرف باللغة العربية كنت ترسم لي حيوان. في مشهد الموت الحزين جسدت رائدة طه دور زوجة غسان كنفاني وهي تشاهد أشلاء زوجها، فقالت: كم يشبهك هذا الوطن، وكم تشبه الوطن، جميل أنت في الموت يا غسان. بلغ جمالك الذروة حين يأس الموت منك وانتحر. أيها الفلسطينيون، احذروا الموت الطبيعي، لا يكون الفلسطيني فلسطينيا إلا في حضرة الموت. مونودراما مؤثرة لمسيرة ابن أرض البرتقال الحزين، وثقتها رائدة طه في هذه المسرحية لتؤكد أن للمقاومة أوجه عدة، منها الكتابة والمسرح. وانزتت معظم جثثهم بالبير. كانت كل الدوريات العسكريه مع الجيبات تدور على القرى العربيه وتصرخ بالمايكروفون باللاود سبيكرز مكبرات الصوت: اللي مش راح يطلع من قريته مصيره زي مصير دير ياسين. ١٩٤٨ يوم الهجوم الكبير على عكا. بيت جده لغسان كان قبال المستشفى الوطني اللي كان يستقبل كل لحظة قتلى وجرحى.
الشعب الفلسطيني يتعرض للمجازر والإبادة منذ 75 عام، وهذا مش إشي جديد. فإحنا بلاش نبدأ التاريخ من 7 أكتوبر الحقيقة، لأنه بنكون إحنا يعني ظلمنا قضيتنا وظلمنا هالشهداء اللي عم بيروحوا فداء لهذا الوطن. القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة منذ 75 عام، وقدم الكثير 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 من الشهداء روحهم عشانها. ولكن ما يجري الآن هو فضيحة عالمية، فضيحة إنسانية. هذا الصمت وهذا السكوت وهذا الصمت المقرف الحقيقة أمام إبادة أطفال أول شيء ونساء، وكأنه الزمن لم يتغير منذ دير ياسين إلى الآن. ولكن للأسف إنه القضايا زي قضية فلسطين يعني ثمنها باهظ جدا. والحقيقة إنه الناس أوقات يعني بتطلع على الدم وبتستوحي منه أشياء كتير، وكأنه موتوا يعني وصيروا أبطال عشان إحنا نحكي عنكم. على مسكة السيارة غسان بلف المفتاح بالسويتش، يعودوا برحلتهم، لأن غسان كنفان يبعثر أشلاءه ويتكامل. لقد حقق التطابق النهائي بينه وبين الوطن. لم تكن رجلاً، كنت إنسانية تسلم على السائح فتصيبه عدوى فلسطين، تقبل امرأة فتصير مريم المجدلية، تعانق طفلا فيستكمل طفولته في إحدى قصصك. نثرت كل أشلاء غسان حوالين البيت. محمود درويش كتب هذا الرثاء، وصوت غسان لسه بتضن في دينينا. ذكريات الطفولة، سوريا، الشام، بعد ما انطردوا من عكا. غسان عمره 14 سنة، أول مرة بحياته بيقبض ليرة كاملة. يبرز عمل جنيد سري الدين الإخراجي من خلال بناء الحركة التي لا تهدأ في مواكبة النص المكثف بالأحداث والمواقف والشخصيات. وبأدوات منفصلة مثل الطاولة والمروحة والمظلة والكرسي تتشكل سينوغرافيا بليغة المدلولات. شوكولاتة. غسان كان دايما معه شوكولاتة بجيبته، أو بالسيارة أو بالمكتب أو وين ما كان. غسان صابه سكري عمره 23 سنة، وكان لازم دايما يكون معاه اشي حلو عشان اذا نزل السكري معه. بس كان دايما يقول بما انه انا عايش وما مدش لازم افترض انه انا ابدا مش مريض. بس يا علي اوقات لما كان يتعب ويرهق كان يغمى عليه. الرؤية الإخراجية استندت بالأخير على أنه نشوف مثل بورتريت أو إطار لشخصية غسان كنفاني ككاتب محلل، وخاصة ككاتب باستخدام مادة الورق بشكل أساسي وبعض الأغراض البسيطة. هو عرض متقشف جدا، لأنه بالأخير نحن كأشخاص وكفنانين عم نشتغل بموارد قليلة جدا، فبالتالي نقدر نحن نوصل
الصورة الفنية من دون إمكانيات أو من دون موارد كبيرة، وبالتالي كمان الفكرة هي أنه كيف يتطور المشهدية بالعلاقة مع بناء شخصية غسان، أول شيء بإطاره بمكتبه بمنزله، وبالتالي بعدين تفكك هذه الشخصية وتحولها إلى مشهد اللجوء ورحلة اللجوء ولحظات الاغتيال كانفجار بتفجر الورق يعني والمكان، وبالتالي بترجع بتتحول كمان كل هذه العناصر الديكور إلى السيارة المحطمة، ولكن مع تحطمها ودمارها هي بطريق العودة إلى فلسطين. وأن 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 من هيئة الأمم قلوب لا ثمن على حساب الأمم بالتناكو زيت سمك وعشرة كيلو طحين أحمدوها واشكروها وصلوا يا لاجئين لهيئة الأمم مؤن 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 من هيئة الأمم مؤن 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 من هيئة الأمم كلوا بلا ثمن على حساب الأمم بالتناكو زيت سمك وعشرة كيلو طحين أحمدوها واشكروها وصلوا يا لاجئين لهيئة الأمم واللي سافروا من هون لهونك محرومين من المعن واللي عمروا باب أو شباك محرومين من المعن واللي اشتغلوا بأي شغلة وصاروا يعرفوا. رائدة طه مش أول مرة نشوف لها عرض، شفت لها قبل حضرت لها في عرض الآخر مونودرام آخر اسمه ألاقي فين زيك يا علي، من العرض هذاك وليت نطبعها يعني نستنى فيها وننتظر كل عمل تعملوا يعني وتخرجوا، فمش غريبة عليها الحقيقة، كنت منتظرة يعني عندي انتظارات ولقيتها العرض ياسر مؤثر. أنا غسان كان فيني ما قريتلوش يعني مش نمشي لوش نقرا له، ما كنتش مغرومة به، عرض مؤثر جدا والكتابة نتاعها خاصة الكتابة الركحية نتاعها والأداء نتاعها والدراماتورجي اللي تعملها على النص هي الخشينة ياسر وقوية ياسر، فيها برشا 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 عمق لكن في نفس الوقت avec beaucoup beaucoup de simplicité. تياترو البارح تم عرض مسرحية مجنون لتوفيق جبالي أحد أهم رموز الفن الرابع في تونس. مسرحية مجنون ومنذ عرضها الأول إلى اليوم لم تفقد تأثيرها وشغف الجمهور لمتابعتها، وهي مأخوذة من نص للشاعر والأديب جبران خليل جبران. نتابع مع بعضنا عرض مجنون. قدم المخرج التونسي توفيق الجبالي أمس بقاعة تياترو مسرحية المجنون المأخوذة عن نص أدبي للكاتب والشاعر اللبناني جبران خليل جبران. استهل العمل بمشهد تسرد فيه شخصيات المسرحية قصصاً وأساطير قيلت عن المجانين وظاهرة الجنون، تمهيداً لتجسيد أحداث مجنون جبران خليل جبران برؤية إخراجية خاصة لتوفيق الجبالي وتصور مختلف كما تضمنه كتاب جبران في تفاصيله. اعتمد الجبالي على سرعة تحرك الممثلين على الركح فجعل منهم أطيافاً وظلالاً في واقع عجائبي غريب يتجاوز المألوف وحدود العقل ليبرر حالة الجنون، واستخدم ملابس معظمها باللون الأبيض تحت إنارة سوداء للدلالة على ضعف مباهج الحياة.
وبمناسبة عرض مسرحية المجنون لتوفيق جبالي اخترنا لكم في فقرة قامات في ذاكرة المسرح الممثل والمخرج توفيق جبالي ليعتبر شاهد وفاعل في المشهد المسرحي في تونس. قامات في ذاكرة المسرح. توفيق جبالي كان فاعلا وشاهدا على مسيرة المسرح التونسي، درس فن المسرح بتونس وفرنسا. هو الممثل والمخرج المسرحي توفيق جبالي، ولد عام 1944 بقصر هلال. عاش توفيق جبالي إلى جانب المثقفين العرب في باريس صدمة هزيمة 1967 وصعود الشعور القومية والقضية الفلسطينية. بعد عودته من فرنسا انخرط في عديد تجارب الفرق والمجموعات المستقلة، من ضمنها تجارب المسرح الجديد ومسرح فو. أسس فضاء التياترو عام 1987 وأصبح مديره الفني. هو أحد مؤسسي المجموعة الفنية لنشر الثقافة العربية بفرنسا من 1967 إلى 1974. كان عضو اللجنة الاستشارية القارة للمسرح لدى وزارة الثقافة من 1981 إلى 1983. هو مؤسس وكاتب عام اتحاد الممثلين المحترفين من 1981 إلى 1983. كان عضو مجلس إدارة أيام قرطاج المسرحية عام 1997. من أهم أعماله المسرحية التي شارك فيها إما مخرجاً أو ممثلاً أو كاتباً تمثيل كلام، عشق أباد، مذكرات ديناصور، كلام الليل، عطيل، ضد مجهول، المجنون، هنا تونس، أربع ساعات في شتلة وغيرها. هكا نوصل إلى نهاية حصتنا لليوم، نلتقي في مواكبات جديدة، إلى اللقاء.